معانا على الهاتف واحد من الاسماء كمان اللي كنا بنستمتع بلمساتها الكرويه في الملعب، تحركه، مهاراته الاستثنائيه الخاصه جدا، الكابتن التيمومي من المغرب، وهو كان من النجوم الكبار ومن الاسماء اللي كانت دايما بنشوفها ونقارنها بنجومنا الكبار زي الكابتن الخطيب، وكان في دايما يعني طعم خاص جدا لهذه الاسماء ومشاركاتها لانها كانت بتتمتع بمواهب كرويه نادره منحت لهذه الاسماء من الله عز وجل. خلينا نستقبل هذا الاتصال من الكابتن التيمومي ونرحب بيه على شاشه قناه الأهلي. كابتن محمد التيمومي، مساء الخير وأهلا بحضرتك. مساء النور وتحية لكل مستمع كريم، وتحية خاصة لمحمود الخطيب، تحية خاصة لي. كيف استقبلت خبر هذا التكريم لاسم الكابتن الخطيب ولقيمته وعطائه وتاريخه واختياره ليكون سفيرا للكرة الأفريقية في نهائيات كأس الأمم 2019؟ هو أهل بهذا التكريم وبهذا الامتياز، أظن بأنه يستاهل أكثر، لأنه ظاهرة من ظواهر ديال كرة القدم، ما نقولش غير في مصر ولكن على المستوى القاري، يعني لاعب اللي أنا جاتني الفرصة ولعبت ضده ولعبت وتفرجت فيه، يعني من اللاعبين المتميزين اللي كانت عندهم قيمة كبيرة يعني على المستوى الملاعب، على مستوى المسيره الرياضيه ديالو، وكان من اللاعبين المتميزين، وخير دليل هو الفوز ديالو بالكره الذهبيه، ما نعرفش السنه بالضبط ولكن هذا كيأكد بانه كان دائما لاعب متميز، لاعب خاطئ، لاعب لان اللاعب المتميز دائما خصو يربط ما بين الفنيات ديالو، المهارات ديالو، وما بين الاخلاق ديالو. تتوازي المردود الايجابي للاعب في المسار ديالو الرياضي، وهذا ربما هو الميزه الخاصه اللي كيمتاز بها محمود الخطيب، ما غنقولش غير على المستوى البلد ديالو اللي هو مصر، ولكن على المستوى القاري فخلى دائما واحد سمعه طيبه، لا من الناحيه الرياضيه لا من الناحيه الاخلاقيه، وهنيئا له هذا الامتياز. كابتن تيمومي، حضرتك تعلم بالتأكيد أنه كان في شعبية لبعض نجوم الكرة المغربية في هذا الوقت اللي كنت حضرتك لاعب محترف فيه، الكابتن التيمومي، الكابتن عزيز بودربالا، نجوم كبار كان لهم أسمائهم وحجم متابعة جيد لهم في الشارع المصري وبين الجماهير المصرية، فهل كان على الجانب الآخر أيضا نجوم كبار بمواهب نادرة زي الكابتن الخطيب وبعض المواهب الاستثنائية كمان في عصره من النجوم المصريين، كان لهم هذا القدر أيضا من المتابعة والاهتمام والشعبية في المغرب؟ لا، كاين الحمد لله، هذا الشيء اللي كان كيخلينا دائما، ولو كانوا خصوم ديالنا في واحد الوقت، ولكن في نفس الوقت كان عندهم الاحترام وعندهم التقدير والمتابعه الخاصه في كل المباريات الاحصائيه. لما كنقول محمود الخطيب، كنقول طاهر ابو زيد، كنقول شوقي غريب، كنقولوا انا سيرت ولا لعبت ضد الجيل ديال فاروق جعفر ومختار وواحد المجموعه ديال الاسماء، يعني في الالعاب البحر الابيض المتوسط ديال سبليت 79، فانا بديت صغير في المنتخب المغربي، وكان لي الشرف انه من بين الحاضر من بين العناصر اللي هي لعبات ضد منتخب مصر في هذه الدوره هذه ديال 79. عايشت الجيل ديال ابراهيم يوسف واسماعيل يوسف وغيرهم من الاسماء، يعني ما يمكنش تحضر جميع الاسماء الان، نعم، يبقى دائما عندي تقدير واحترام لواحد الاجيال اللي هي مرات في الكرة القدم المصرية واللي مثلتها احسن تمثيل، فدائما الكرة المصرية عندها الاحترام ديالها وعندها التميز ديالها وعندها الانجاب ديالها لواحد المجموعه ديال الاسماء اللي مرت على مر السنين وعلى مر الاجيال اللي هي ارخى تاريخ كره القدم المصريه على الساحه الافريقيه. اخيرا كابتن تيمومي، كيف ترى المنافسه وفرص كل من منتخب مصر اللي بيستضيف البطوله على ارضه وفرص المنتخب المغربي ايضا في نهائيات كاس الامم 2019، وما اثير اعلاميا عن وجود بعض المشكلات او خلاف حدث وتسبب في ترك لاعب المنتخب المغربي حمد الله لمعسكر المنتخب، كيف ترى فرص المنتخبين المصري والمغربي في البطوله؟ لا،
انا ما يمكنليش نتكلم على القضيه الاخيره اللي صارت واللي هي خارجه دائما في عدم انضباط بالنسبه للمنتخب المغربي. ما يمكنليش نتكلم لانه ولو انه كان بقى دائما متابع ومتتبع وكنبغيو الخير للمنتخب المغربي، انما اللي يمكن نتكلم عليه هو تبقى المنتخب المصري من المرشح الاول في هذه التظاهره هذه وفي هذا العرس الافريقي. اكيد بانه غادي يكون عنده سند قوي من طرف الجمهور، من طرف الملعب كذلك. كيبقى الجاهزيه ديال لاعبي منتخب مصر كيفاش غيكون التهيئ ديالهم خاصه الذهني. نعم. نقول خاصه الذهني على مستوى البدني اظن بانه غيكون كل شيء جاهز، كل شيء مستعد، ولكن غادي يكون ضغط هناك على المنتخب ولا لاعبي منتخب مصر، ونتمنى انه اللاعبي المنتخب يتعاملوا معها بواحد الذكاء وبواحد الرزانه وبواحد يحضروا الجانب الذهني لا يمكن بغاو يوصلوا للمباراه النهائيه ويفوزوا باللقب، لانه ما عندهمش عذر. يعني الجمهور او الراي العام الرياضي المصري ينتظر منهم اللقب، هذا شيء متاكد ان شاء الله. بالنسبه للمنتخب المغربي فتيبقى من المرشحين، لان دائما كنشيروا لواحد اربعه ولا خمسه ديال المنتخبات اللي غيمكن تلعب الادوار الكبيره في التظاهره الافريقيه، ومنها المنتخب المصري والمنتخب المغربي. اظن بانه سواء المنتخب المصري ولا المغربي خذوا من الاحتكاك على مستوى كاس العالم، خذوا واحد التجربه. على كل حال ولو انه كاين فوارق بالنسبه للحدث العالمي والحدث الافريقي، انا كنقول بانه المسؤوليه ليست تنسال على 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 عاتق اللاعبين المصريين او المغاربه، واظن بانه نتمنوا نشوفوا. انا شخصيا نتمنى نشوف مباراه نهائيه ما بين المنتخب المصري ومنتخب المغرب. اكيد اكيد. بشكرك جدا لمشاركه حضرتك معنا النجم المغربي الكبير الكابتن محمد التيمومي نجم الكره المغربيه السابق، شكرا جزيلا لك، وبنتمنى فعلا ده هيكون نهائي اكثر من رائع للبطوله لو كان نهائي البطوله بين مصر والمغرب بين المنتخبين الكبيرين.